اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. عبد العزيز الهدلق وعوض الرجعان هم ضيفا حلقه الليله، فقرتنا اليوميه بين قوسين لبرشيت. استاذ حمود السلوى، كابتن حمود السلوى، في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب حمود السلوى بصحيفة الرياضية، والتي جاءت بعنوان نحن وكأس العرب، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: أتفهم جيدا وبشكل كبير جدا موقف الأمير نواف بن فيصل من موقعه القيادي كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، وموقفه الرسمي والقيادي كرئيس عام لرعاية الشباب، وأتفهم أيضا مساحة الإحراج التي تحاصر الأمير نواف بن فيصل فيما بين دوره القيادي المحلي والعربي، فالأمير نواف يهمه جدا أن تنتظم رزمانة مشاركة واستعدادات الأندية والمنتخبات السعودية، ويهمه في المقابل استشعاره بالدور والثقل الإسلامي والسياسي والاقتصادي والرياضي للمملكة العربية السعودية على المستوى الخليجي والعربي والقاري والدولي، وهو دور يعزز مكانة المملكة في تفعيل أنشطة وبرامج ومسابقات وبطولات الاتحاد العربي لكرة القدم. في ذات السياق، سيجد الأمير نواف بن فيصل نفسه حرجا كبيرا جدا في حال ترهلت أو توقفت برامج وأنشطة ومسابقات وبطولات الاتحاد العربي لكرة القدم نتيجة بعض الطروحات والآراء التي لم تتفهم للأسف الموقف الإيجابي للأمير نواف بن فيصل بحتمية إقامة بطولة كأس العرب من منطلق مسؤوليته العربية، خصوصا أن الوضع السياسي العربي في هذه المرحلة أو ما تسمى الربيع العربي تحتاج فيه الأمة العربية للخروج من مشاكلها، وبالتالي هي أحوج ما تكون فيه إلى التضامن والوحدة والالتقاء في ميادين الرياضة وترتيب هذا البيت العربي المتصدع، وقد تكون بطولة كأس العرب أحد مجالات التقارب. بقي أن أقول إذا كانت جامعة الدول العربية هي بيت العرب الكبير، لماذا لا يكون الاتحاد العربي لكرة القدم هو بيت العرب الجميل، حتى لا أقول الصغير، البيت الذي يجمع الإخوة والأشقاء على صعيد المنافسات الرياضية الشريفة لإزالة كل مظاهر الفرقة والخلاف والتباعد. فالأمير نواف بن فيصل لا يريد للاتحاد العربي لكرة القدم أن يتمزق، بل يريد أن يعمق مقولة والده الراحل الأمير فيصل بن فهد رحمه الله: الاتحاد العربي لكرة القدم وجد ليبقى، ويبقى ليتطور، ويتطور ليستمر. طيب، خلينا ناخذ التوقعات لمباراة الغد، الأهلي والهلال أبو ريان. والله مباراة في متناول الفريقين، لكن أتوقع تعادل. كم؟ صفرين. صفرين. أستاذ عوض، الأهلي والهلال؟ أنا أتوقع تعادل، ممكن بالأهداف. أعطينا نتيجة. 1-1. 1-1، نشوف على وين صحافات الصباح. في المدينة بافرت، سأسحب ميداليتي من متحف الاتحاد خوفا من ضياعها مع المسروقات. في الرياض، فيكتور، دموعي تفضحني ولا أقلد الكلب. وحكم دولي يعيش قصة رعب بعد احتراق منزله. في الحياة، الجاسم، موسمنا استثنائي ونسعى لتكرار سيناريو الذهاب. في الاقتصادية، في النصر، سكتم بكتم. عنوان آخر للاقتصادية، صدمة هسك من طبيبه. في النادي، طبيب الأهلي، فيكتور جاهز للهلال. والهزاع للنصراويين، خل السكري ينفعكم.
في عكاظ ناصر النعيمي البلوي من أبقى كريري في الاتحاد. وأخيرا في الوطن الكأس الآسيوية تلحق بالمفقودات في الاتحاد. وشرف يورا أن يثنون الجفن عن الاستقالة. هذه عناوين صحافة الصباح، نشوف ضيوف حلقة الغد. محمد القدادي الكاتب والمؤرخ الرياضي المعروف، وعبد العزيز الخالد المدرب الوطني المعروف. أبو ريان شكرا جزيلا لك. شكرا ساتيكي، وشكرا لكم على الدعوة وعلى الحلقة الجميلة. شكرا لك أستاذ عوض، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، بالتوفيق إن شاء الله في مساء الغد والأيام المقبلة. شكرا لك، موعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله.